الحديث حول هذا الملف وما المتوقع بالنسبة للأسواق العالمية خلال هذا الأسبوع. ينضم إلينا من عمان سركيس توباريان محلل أسواق عالمية في إكويتي جروب. أهلا بك سركيس معنا. كنا نستمع الآن مع الطيب عبد الماجد لهذا العرض حول المتوقع من الفيدرالي الأمريكي. إلى أي مدى تتوقعون أنتم أيضا في إكويتي أن يكون هناك حديث عن ما يعرف بالتيبرينج أو خفض برنامج شراء الأصول خلال هذا العام؟ بالفعل كما تفضلتم الأسواق المالية تنتظر هذا الاجتماع وتترقب أي إشارات عن خفض برامج المشتريات بالنسبة للفيدرالي الأمريكي. فلو عدنا بالزمن قليلا إلى أعوام 2013 بعد الأزمة المالية العالمية في 2008 عندما بدأ الاحتياط الفيدرالي في ذلك الوقت بخفض برامج شراء الأصول، قام بخفضها بمقدار 10 مليار دولار على مدى شهري حتى وصل إلى نقطة الصفر. لكن هذه المرة هنالك مجال أقل كثيرا من ما كنا في الأزمة المالية العالمية، لأن بحسب آخر التصويتات الفيدرالي الأمريكي في الاجتماع السابق تم إظهار بأن عام 2023 قد يكون هو المستهدف حتى نبدأ فيه مشاهدة رفع الفائدة في البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بل إن هنالك متداولين يتوقعون أن يبدأ رفع الفائدة خلال عام 2022، وهذا ما قد يترك مجال قليل زمني أمام الفيدرالي حتى يبدأ فعليا بتقليص برامج شراء الأصول، خصوصا وأن جيروم باول أشار سابقا بأن رفع الفائدة سيكون تابع لتخفيض برنامج أو الانتهاء من برامج شراء السندات وخصوصا الطارئة وليس قبلها. وبالتالي تنتظر الأسواق المالية حاليا متى سيبدأ الفيدرالي الأمريكي بتقليص هذه التحفيزات، أخذين بعين الاعتبار بالتوقعات في شركة إكويتي أن نشهد هذا اليوم أكثر قلق بالنسبة للفيدرالي الأمريكي من ناحية أن يشير إلى فيروس كورونا والمستجدات الاقتصادية الجديدة ومخاطر الانتشار على الاقتصاد. وبالتالي رغم أن التوقعات تشير بأن الفيدرالي الأمريكي قد يشير إلى أنه سيبدأ بخفض برنامج شراء الأصول مع أواخر هذه السنة أو في مطلع عام 2022، لكن النقطة الجوهرية باعتقادي ستكون هي مدى قلق الفيدرالي من انتشار متحورات كورونا ومدى تأثيرها على الاقتصاد العالمي. بشكل عام التوقعات هي تحديد تقريبي لموعد إنهاء برامج شراء الأصول وليس تحديد بشكل حازم ومؤكد بشهر محدد أو بهذه الأمور، لكن قد يشير الفيدرالي بأن التطورات الاقتصادية هي من ستحكم القيام بهذه الخطوة. طب ما الذي سيعنيه ذلك بالنسبة لعوائد السندات الأمريكية؟ عوائد العشر سنوات الآن سركيس عند تقريبا 1.26%، تراجعنا عن 1.7%، وإلى أي مدى ترى بأن هذا التراجع إذا ما استمر معنا سيبدأ بالانعكاس على الدولار الأمريكي؟ في الوقت الراهن هنالك مخاوف كما أشرنا من فيروس كورونا وانتشاره تزيد الضغط على عوائد السندات خصوصا، وبدأ العديد من المتداولون يعتقدون بأن الفيدرالي الأمريكي سيستمر بخطط التحفيز حتى نهاية هذه السنة على الأقل. بالتالي في حال استمر الفيدرالي في إظهاره القلق من متحورات كورونا والظروف الاقتصادية فربما ستنخفض عوائد السندات أكثر، وهنا قد يبدأ الدولار الأمريكي بالتجاوب مع ذلك ويتخلى عن الكثير من المكاسب التي حققها مسبقا ويبدأ بالانخفاض، عكس إذا أظهر الفيدرالي الأمريكي بأنه سيتوجه إلى تقليص برامج شراء الأصول بشكل واضح أمام المتداولين، عندها قد تتوقف الموجات الهابطة على عوائد السندات، لأن ذلك قد يكون كصورة يراها الفيدرالي الأمريكي تعبر عن أن الاقتصاد الأمريكي مستمر في النمو، رغم أن اعتقادي بأن الفيدرالي الأمريكي الآن بالنسبة لتحركات أسعار الذهب لاحظنا في الفترة الماضية تحركات ضمن نطاقات محدودة، لكن هنالك معامل ارتباط نستطيع أن نشتقه من خلال تحركات أسعار الذهب خلال 2020 وأيضا خلال 2021، فانخفاض عوائد السندات غالبا ما صاحبه ارتفاع في أسعار الذهب، ولذلك لو استمر الانخفاض في عوائد السندات فربما سوف يحاول الذهب الارتفاع خصوصا لو اخترق مستويات مقاومة متواجدة عند 820-825. لكن مرة أخرى في حال أظهر الفيدرالي الأمريكي ثقة بالتعافي الاقتصادي وأشار بشكل حازم وواضح بأنه سيبدأ بتقليص برامج شراء الأصول، عندها قد ترتفع عوائد السندات وعندها قد يشهد الذهب ضغط هابط من جديد. طيب بما أنه عم نتحدث سركيس على موضوع المتحور دلتا وهذه المخاوف حول التأثير الاقتصادي له وبأنه قد يلجأ الفيدرالي للإشارة لهذا الموضوع، برأيك إلى أي مدى تتوقع بأن ملف دلتا والتأثيرات الاقتصادية له قد تضغط على أسعار النفط خلال الفترة القادمة؟
بالفعل بدأنا نلاحظ بأن الأسواق المالية آخذة باحتساب توقعات أقل قليلا بالنسبة لتعافي الطلب العالمي، فمنذ آخر مرة قامت بها منظمة أوبك بالاتفاق على رفع الإنتاج بشكل تدريجي بمقدار 400 ألف برميل كل شهر على مدى يومي، هذا الرفع كان سيكون أقل مما ستحتاجه الأسواق المالية وكان يفترض أن يدفع أسعار النفط للارتفاع، لكن إذا نظرنا إلى الحقيقة التي بدأت بانخفاض أسعار النفط ثم استقرار الأسعار ضمن نطاقات محدودة وتذبذب ما بين انخفاض وارتفاع محدود، هذا يدل بأن المتداولين حاليا يراقبون أي مستجدات فعلية من تأثيرات المتحورات لكورونا على الطلب العالمي من النفط. يوم أمس أظهرت لنا بعض البيانات التي صدرت من معهد البترول انخفاض في المخزون الأمريكي، وهذا اليوم نحن في انتظار أيضا تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية والذي من المتوقع أن يظهر انخفاض المخزون بأكثر من 2 مليون برميل، وهذا ممكن أن يكون داعم لأسعار النفط. لكن مرة أخرى مع إعادة احتساب المتداولين لمدى تأثير فيروس كورونا على الطلب العالمي على النفط قد يضعف الموجات الصاعدة نوعا ما، مما قد يدفع أسعار النفط للتداول ضمن نطاقاتها المعتادة، إذا بنحكي ممكن نحكي 70 إلى 80 دولار أو حتى 70 إلى 75 دولار خلال الأيام المقبلة. شكرا جزيلا لك سركيس توباريان محلل أسواق عالمية في إيكويتي جروب، كنت معنا من عمان.